بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب السوري العظيم، إكراما لأرواح الشهداء، أنا الرغيف المتطوع ممدوح محمد بصيغس، رقم العسكري 487693، من الفرع الخامسة، كتيبة 59، استطلاع سريت البرقيم. أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضمامي إلى لواء الضباط الأحرار، وذلك بسبب 1. تحول المؤسسة العسكرية من حماية الديار إلى حماية ماهر وبشار الأسد. 2. قيام الكثيرين من ضباط الجيش وصف ضباطه وأفراده بمجازر بحق الشعب السوري الأعزل الذي خرج في مظاهرات سلمية تطالب بالحرية. 3. وفاء مني لقسم الذي أقسمته يوم تطوعي بأن أحمي الوطن وأدافع عن الشعب. وكشهاديان عن مجزرة صيدا في محافظة درعا، أشهد بأني رأيت الملازم علي العلي من سريتي يطلق النار على المتظاهرين العزل من عربة برديم برشاش 14.5، وقد قتل عشرات من أهالي صيدا. وأوجه أخيرا أوجه رسالة إلى السادة الضباط وصف الضباط والأفراد الشرفاء في الجيش العربي السوري للانضمام إلى ثورة الشعب المنتصر بإذن الله، والالتحاق بلواء الضباط الأحرار لكي نخلص شعبنا من الظلم الذي يلحق به، والخلود للشهداء والحرية للمعتقلين والنصر للشعب.